ببلادي لا بدي لحبابك واهديهم دمعة وفاء. منهم نستمد القوة، فأرواحهم الطاهرة هي إكليل غار على رؤوسنا. إنهم شهداء الحق والحرية، ولأجلهم أقامت جمعية المبرات الخيرية لأبناء جولان حفلاً لتكريم ذوي شهداء الجيش العربي السوري من أبناء محافظة القنيطرة برعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية. اللي فعلاً عم نعمله اليوم إنه نحن عم نتكرم بوجود أسر الشهداء بيناتنا، وعم نتكرم بتضحيات أبنائهم اللي هي عم تأكد لنا دائماً بأنه وطننا إن شاء الله بده يضل بخير مهما زادت هجمة الإرهاب عليه، ولكن هاي التضحيات وهي الدماء الطاهرة وهي العزيمة الأكيدة من أبناء الوطن بأنه هذا الوطن منتصر بإيدين أبنائه. فرحمة الله على جميع الشهداء، برجع بكرر نحن اللي بنتكرم فيهم مو نحن اللي عم نكرمهم. من أبسط الأمور أن نكرم هؤلاء الشهداء، هؤلاء الشهداء الذين دفعوا بدمهم وضحوا بدمائهم الزكية كرمال أن نبقى، كرمال أن تبقى سوريا شامخة. فلذلك نحن نقدم لهؤلاء الشهداء التكريم، ولكن نقدمه ونحن بخجل لأنهم قدموا الكثير ونحن لم نقدم لهم إلا القليل. بكثير من الفخر والعزة تسلم أهل الشهداء شهادات التكريم حاملين بين أيديهم صور أبطالهم التي ستبقى ذكراهم خالدة في نفوسنا. ما أحلى الكلمة كانت على لسانه، سوريا روح ودماء. إيمان كبير إنه راح الله يرحمه فدانا، فدى أولاده، فدى سوريا، أهم شيء فدى الوطن. هو دائما الله يرحمه دائما كان عنده عقيدة وإيمان إنه سوريا بتنفدى بالروح، وبالفعل فداها بروحه وبدمه، والله يرحم كل الشهداء. هي سوريا أرض الحضارات والعطاءات، هي الصامدة بدماء أبنائها شهداء الحق.